أنا برحب فيكم، أنا طالبة من الجيفت ليك، اسمي آمنة عيسى. أنا بسأل مسؤولينا، أنتم مثل ما شفتوا في كل منطقة في المسؤول وعد وعد، وين وعدكم هاي؟ لساتها حبر على ورق ولا بدها تتنفذ؟ أهلا وسهلا بكم يا ضيوفنا، وإحنا بعدنا عند وعدنا. إحنا صح وعدنا، بس هم يجوا إلنا، إحنا حكينا لكم إحنا مستعدين أي وقت. أنا مسك الزواوة، إحدى طالبات مشروع حقوق الأطفال حوارات ومناظرات من قرية كراوة بني زيد. إحنا وصلنا مشروعنا إلى العديد من الوعود منكم معالي السيد، إلى ماذا وصلتم في تنفيذ تلك الوعود؟ طبعا أنا قطعت وعد على نفسي، لكن البدء في المشروع سيكون في نهاية العام الدراسي، مع بداية نهاية العام الدراسي وبداية العام المقبل الجديد. واليوم شاهدت بأم عيني كم هي الشمس مضنية بالنسبة للطالبات، بالذات مدرسة بنات كراوة الثانوية، وأنا عند وعدي وسأبدأ على الفور بعد العطلة، بعد نهاية الدوام، نهاية الفصل الثاني. أول شيء الطالبة سلسبيل حلاقة من قرية الشيوخ، سؤال موجه لحضرة الدكتور شريف حلاقة رئيس بلديتنا. إحنا يعني عقدت عهود وعود ما نفذت منها إشي، الحفارة نزلت يوم واحد للتصوير فقط لا غير، في التصوير يعني إحنا ما شفنا شيء. بدنا يعني أنا بدي والموجودين نشوف هاي بدنا يعني نشوف الخطوات. ممكن إحنا ما شفنا شيء ملموس، بس إحنا بدنا خطوات تحكينا إياها، إحنا ما شفنا شيء. كلامك مضبوط، أنا وعدكم في خلال العام 2013 إني أكون بلشت في المنتزه. أنا المنتزه بلشت فيه قبل أسبوعين وفتحنا بداية الطريق. وجدتنا هناك مشاكل فنية مع الجيران، حيثنا المنطقة الشمالية بدون ما تشق الشارع وتعرف حدودك مع الجيران لا يمكن بداية في المنتزه. وبحب أقول لك إن امبارح الباقر كان شغال وفتحنا بعد إنهاء المشكلة مع الجيران، بلشنا امبارح وحددنا الطريق الرئيسية من المنطقة الشمالية. السلام عليكم، أنا أسعد أبو ماضي من بلدة عتيل، أريد أن أوجه سؤال إلى الدكتور شوقي. دكتور شوقي، بعد كل هذه الأمور والوعود حول مشكلة تلوث البيئة الناتجة عن المصنع المخلل في بلدة عتيل، هل ينفذ أي وعد من هذه الوعود؟ مساء الخير للجميع. نعم فعلا وفر المصنع سيارة خاصة للتخلص من المياه المعدمة، وبإمكانكم الاطلاع على الوادي في الأيام الحالية لا يوجد هناك مياه عادمة. وبالنسبة لتصاعد الدخان، هم بصدد توفير آليات أو ماكينات خاصة، يسعوا بالتعاون كما وعدتهم وزارة الاقتصاد وجهات أخرى لتوفير الإمكانية للتخلص من الدخان المتصاعد من المصنع.